يقول: ما حكم سفر الرجل لوحده للخارج للسياحة ويمانع بأخذي معه؟ ما حكم السفر؟ لا يجوز له السفر لأجل السياحة والنزهة إلى بلاد الكفار، هذا حرام، هذا سفر محرم، خصوصا في هذه الأوقات التي فشت فيها الإباحية والعياذ بالله والشرور. لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار أو إلى البلاد التي تظهر فيها المنكرات، تظهر فيها الفواحش، لا يجوز للإنسان أنه يسافر إليها، هذا سفر معصية حرام عليه. ولو طلب منك انك تسافرين معه فلا تسافري، لان هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا سفر معصية حرام. نعم.